بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، جاء سائل إلى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. نعم. عند طياكي ود الشيخ بن باز رحمه الله تعالى نتا. وقال يا شيخ الكتب كثيرة. أنت الشيخ علاجه كتاب وشو بتعلم بس الدنيا علاجه. وأنا لا أدري أي الكتب أدرس. يتنيون كتاب لما كرا لمواقع تشاركم علاجه. ولا أستطيع على دراسة كتب كثيرة. أريد تختصر لي يعني أقل ما يكون في الدراسة في الكتب. كلهم دقون وقرأت عليهم. لذي أطر رأله تكامي هنا علم ما جنبتهم جمرة الدنيا راجع. قال له الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. الشيخ بن باز منالوت كتاب التوحيد. كتاب التوحيد نالوت. يعني تدرس كتاب التوحيد. كتاب التوحيد تمار الله. وبلوغ المرام. بلوغ المرام تمار الله. من أدلة الأحكام لابن حجر رحمه الله. يا ابن حجر ما عندنا كتاب. فهذه وصية العلماء حتى الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. هي علماء أدرانه عثيمين قال محمد بن صاري على عثيمين سايكر إنه أدرانه. الآن بهون ساعة لابد من الرجوع إلى أهل الاختصاص في طلب العلم. وكتم بمفلق زوري علي ليستطع ودالة وصوت من ملس أكامي يقدم. الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى بتكبر ولو ردوه بملسوت نوره إلى الرسول وده ملك تنيو وإلى أولي الأمر منهم كالناس ما كاكل يا مسلموش مارينا الزاج ودهونت بملسوت نوره لعلمه الذين يستنبطونه منهم فالسو من نقر إما يقبوا وما يقبوا أعطاته من نقر ميشلو سواج استنباط عدرقوا يناقرون أبقى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن لابد من الرجوع إلى العلماء الربانيين. سلازي ودا الله سبحانه وتعالى ودي علماء الربانيين مبارد بوقتاته يتقبارا يميادرقوا سواشناته ودا الناس ممنس قدنون أبقى. الآن أنت الآن في طلبك للعلم، هذا الأخ في طلب للعلم مثلا عنده عندما تلم السالي وكاتم بمفلق العلم، لو قال أنا أريد أعكف على دراسة كتب الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى لم السالي نفلق له بشيخ ابن عثيمين كتاب موسى نفلق له بيل بعد أن انتهى من الدراسة ماذا يكون هذا؟ بعد هذا الطالب ينتهي من دراسة كتب بن عثيمين رحمه الله ماذا يكون هذا الطالب؟ يكون بن عثيمين ثاني. إيه لو تمرت كتمار إنك ترسى بحالة في السامي من دون ميون ولا تني عثيمين ميون. يعكف على كتب شيخ الإسلام. بشيخ الإسلام كتاب ردمه توصلنا عندسه. ماذا يكون بعد أن انتهى من الدراسة؟ ترسى كترسى بحالة. شيخ إسلام ثاني. ولا تني وشيخ الإسلام ميون. لكن مشكلتنا هنا في كتاب وهنا في كتاب لا نتم الكتاب ننتقل من علم إلى علم. لكن تقرأت من دون بعون ساعات عندي كتاب جمرالم انتهى ولا لا كتاب نشجع قرالم يعني كتاب سانترس دم ولا لا كتاب نشجع قرالم يبدأ هذا بحفظ القرآن يبدأ طلب العلم بحفظ القرآن عند تماري توقاتم مجمرة لبت قرآن بمحفظ يأتي هذا يأتي هذا وينصحه هي ما عندنا يمكروان إيش يقول له من يبلو يقول هذه ليست طريقة السلف هي سلف الطريقة إلى اللم يلو أترك حفظ القرآن القرآن المحفز انتوي لون هل هذا الكلام هو كلام السلف؟ ايه سلف وش نقدر لون لا ايه لا المفروض هذا يقول لي هذا يقول يا اخي لابد نحفظ على ما كان يحفظ السلف حفظ يومي للقرآن وانا اساعدك في هذا ونراجع تفسير مختصر ونتعاون ان نسير على طريقة السلف ما هو يقبل حفظ اسفل قمسيهم يحفزني سلفوتشين تكتلت منقد نوم مكتل يعلبن بس لا يمتقاقز يعلبن بلونه ممكر يعلبن يترك حفظ القرآن حفظ ما حفظني توال نصيحة من؟ يمان مكرهنوني نصيحة جاهل يجاهل مكرهنوني لا يسمع لكبار العلماء
يتلالك علي موشن نغغر اي سمع يقول لهذا الجاهل ماذا اقرا لذي جاهل سو هيدو يتيقوال من لك رأي الوال قال لا بد اولا من اصول الفقه مجمرة مقرات يالب اصول الفقه يمبالو كتاب نويل ومن جاهل الاصول حرم الوصول اصول يا لوك سو الزاب مفلق ابوتا مدرسين يكالكلا ليلوال يابدأ بالاصول سلازي باصول كتاب جمر الوال بعد ايام كتوصلوا قناتك بهالا ياتي الجاهل الثاني ولا التنيو جاهل دك مو يقول له ماذا من الوال يقول لا خطا هاي ما ستتنا الوال والنحو اولى اولا ان يعلم اذ الكلام دونه ليفهم اول شيء لابد تتعلم النحو مجمر يا ممار يا لب بندنا الوال نحو مبالو تمرتنا الى سوا سوا كمان يقول سمع وطاعه سمعت قال تاسف جالو الى يترك ماذا؟ الأصول الفقه انتقل للنحو أصول الفقه يعني تونا وده من يقبل وده نحو يقبل دخل في النحو نحو استقبل جاء الرابع ليلان يا سوستانيا الثالث الرابع لا الثالث الثالث لا إشكال سوستانيا سومتا ما نختلف معكم جاء الثالث سوستانيا سومتا وقال له لا أيوان مالا هذه ليس الطريقة الصحيحة. إيه تككلني يا ونا من قدر الله. لابد تبدأ بالتوحيد. بتوهيرنا مجمر على البال. طيب بماذا أبدأ؟ بمن اللي جمر هذا؟ قال بالعقيدة الواسطية. بعقيدة الواسطية جمر هذا. أكبر خطأ. في اللكسة تتنونه. بدأ. جمر. جاء الرابع. أردتني أسومتا. ماذا؟ من اللي لونه؟ قال أنا في الواسطية. ويبدأ حياته دائما تضيع لنصح الجهال. كل قزم قزيون يعتبوا بمانه بجاهل وش مكرم بما يوقف سويت مالك وحتى هذا الجاهل إيه جاهل كان الأصل على ما قلنا الآن في الآية أننا لابد أن نرجع الناس إلى كبار العلماء في الإفتاء صح ولا قدم من دالو من ملس يالله بن ترى لك ودونه علماء وشنو بلنا لا لا هو يأتي ويقول لأمه من يلغل للناتو يقول يا أمي أنت ناتي ويلا الصحيح تككل أنيو والذي ترجح لدي كان يزند بطعام عم الزانيو من أنت أنت من شيخ إسلام شيخ الإسلام قال الذي ترجح لدي ماذا قال النزول على اليدين عندما في الصلاة يريد الركوع ينزل على اليدين ركوع لا يسبب يورد بيتك زي يجي الماسك الدمال وهذا الذي عليه الأدلة هنا ونريال لهم الرجاء مالكم الأم تقول طيب يا ولد ترون أو تلو عليك ننزل على اليدين بجات بك أن نورد تلالج بعد أسبوع كسامنت بهالا يأتي لأمي ودنا أتون دقنا متهيس قال يا أمي أنت ناتي ويا تغير الاجتهاد عندي كان يزن ديال الاجتهاد مرم مريت تغير ولي لا والاجتهاد ينقض الاجتهاد الأول اجتهادي مرم مريت مجمرة مرم مريت أفرصة ماذا نصنع من النصر ننزل على الركبتين وهذا الذي دلت عليه الأدلة. من رجع ميتا قموا نقر بقول بث مورد أجنو. نجي بج كرم المورد إلا بالمالد. بعد أسبوع. كسامنت بغالا. يقول لا على اليدين. ها؟ يقول على اليدين لأمه. على اليدين؟ نعم. ولد ولد تجال النقر. تقول يا ولدي. لجهو يا ولدي. ريحنا. أنا أصلي جالسة أصلا أنا لا أستطيع الركوع. أنا على شنو مالت. والسجود. لماذا تعبتني بهذه الأقوال؟ لم ندنا متالفين بزي نققر نققر نيك أيام والله جاءني أحد الطلاب لأنه لا يرجع للعلماء الرباني هذا الإشكال لا يرجع للعلماء الرباني يقول لي هذا الطالب يقول أحيانا أنا أصلي وأنزل على اليدين نعم عند تمارين دزي وقت مني الله ودتل لك علماء ما يملس يهونا ما لك فالذي بجانبه بقولني له بعد الصلاة يقول لا النزول على الركبتين بجونا برنت نميلو هاي مورد يا لبيكو بقول بتنوار أصبحت أنزل على الركبتين بقول له تم مورد جمرة يصلي اللي بجانب ينزل على اليدين بقولني له نقنا بجونا مو مسكين ينكر علي تم تقاومه نقنا فأصبحت إيش أصنع يقول حتى ارتاح من كلام الطلاب يقول نعم ماذا أصنع من مصر يقول أصبحت انظر للذي بجانبي ينزل على يدين انزل على يدين حتى لا ينكر علي سلازيل ويا له والله ما افتهم من النوم بقول اني له انسى من ملكه ماله بجو كورده بجو بيور يعني اصبح يرائي الان نعم سلازيل
يرائي يعمل العمل حتى يراه الناس. رياء سرى يسرى به يسوق كقولني اللون صوي تملك كتر ميسرى سرى ولي يقول لي هنا بس. يقول لك إن وقعت في مشكلة أكبر. يقول لي تلك يا هنا مشكلة يقتل مجزي علينا ما هي من الناس؟ قال يكون الذي عن يميني ينزل على اليدين والذي عن يساري ينزل على الركبتين. ماذا أصنع؟ بكني على الركبة بجورة لني على بكرة على الركبة بقلبتي لني من الإسراء. قال فجاءتني فكرة. جاءته فكرة هو. يوانا عم ملكا كتنا قرمت تالي. ما هي؟ من الناس؟ أنزل على الأربع. بارات مورد بقلبتنا بجي. الذي يراني يظن الذي يرى اليدين يظن اني على اليدين وركبتين يظن على ركبتين ولا يدري هو الان انه ابتدع قول جديد لم يقل به عالم من علماء السلف. بكر الى يمتر شو مره جمع يدرقوا بزينو يكنيو بجنو ميفلقوا اللي ورد يام بجس يورد ايتونيال يهم بقلبت سورد ايتونيال بكر الى يمتر شو مفتيه هنا نميل. لا لا, لا تصنع هذه الامور. اندين اثنقر مسراتي اللي انت لست اهل الافتاء. أنت يفتوى بالميت على اللهم ولا اختيار الكتب يا كتاب وشنم دقمو ولا اختيار العلماء علي منهم يممرت ملتو اللهم. من الذي يعرف العلماء علي موشن يمياك أتشو مانو. من الذي يعرف العلماء؟ جوجل. جوجل نووي. لا أيد اللهم العالم. علماء السلف يقولوا العالم يعرف العالم. علماء السلف يا سلف عالم وجمني لالو عالم من ميوكو عالم نوي. يعني لا تسأل عن العالم إلا عالم. سلا عند عالم متيك فلك عالم نو متيك لك. لماذا؟ لمن؟ قالوا لأن العالم يعرف العالم ويعرف الجاهل ويعرف الطالب. لمن؟ عالم عالم من ميوكال جاهل من ميوكال. لماذا يعرف العالم؟ لأنه هو الآن عالم. مكنا لمن انه عالم من يوكو عالم سنهنا ويعرف الطالب ويعرف الجاهل لانه كان يوما من الايام طالب وجاهل. لمن انه جاهل ان طالب العلم وقت فلاقي يوكاتو كوكت بفيت جاهل سلنبره وقت فاق الفلاقي. اما الطالب والجاهل لا يعرف العالم لانه لم يكن يوما من الايام عالما. جاهل يونا سو تمرت فلاقي يونا سو كن عالم اللي يوكا يكلم لمن عالم هو ياكم ما قنا. إذن هذه مشكلة عندنا الآن. هينو هون يا لبن شجر كبار شجر هينو. بعض الناس يزكي لك بعض العلماء. عندن سويش علي من يونو توصلوا علي متن سأودس سأمجس وتعالى. وبعضهم لا يزكي وبعضهم يزكي الكتب بعضهم يقول على كتاب. لا أنت على هذا لا يمكن تطلب العلم. كفيلو جدك مو كي توصلوا كتاب متن سأودس وتعالى. كفيلو كتاب دمو نزيو زك سأدرب وتعالى. سلازيه بمن تامر ليون يكبهم الآن من طلاب شيخ الإسلام من؟ كتماري شيخ الإسلام مانو يقول ابن القيم. ابن القيم لو لم يقولوا يصنع شيخ الإسلام إلا أنه أخرج ابن القيم هذا يكفي فخر لشيخ الإسلام. لشيخ الإسلام مع أنه ابن القيم لا يصل إلى شيخ الإسلام في العلم. ابن القيم كشيخ الإسلام بوقت يدرسن قل لشيخ الإسلام يبقى تشوال ابن القيم من موطاته تشو درساته ماله. كان الواحد من السلف كسلف كو عنده نبره ياتي الى عالم واحد وده عند عالم متى وياخذ عنه العلم وكد كسو وسده. ولهذا قالوا مدرسه ابن عباس صحيح او لا رضي الله عنهما. نعم وقالوا منالو ايه مدرسه ابن عباس ابن عباس مدرسه لانه هو مدرسه حتى الذي لديه هذول يربيهم. تخيل أنت طالب من طلاب ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن بحر الأمة. نعم يا ابن عباس المدرسة وين تمرت بيت أستوس أنت تمرت فلاقي وهينا منه. وهذا أسهل لك في الطلب هنا وبتام قرنك الله لو من قد وكتل لما فلق. الآن لو تحفظ القرآن على شخص تقرأ عليه القرآن يونا القرآن لمسالك عند قلة سمحير كنا ما حفظ جمرك مشيت مع هذا شهر مثلاً عند ور لمسالي بتكتاتا هير كله ثم تأتي لشيخ آخر تقرأ عليه ممكن يطلع عندك أخطاء كثيرة. نعم الثاني عندما يأتي يطلع يذكر له أخطاء لأنه هذا على طريقة وهذا على طريقة. يا يغلطهم مثل أي من قرس لالاتشو من ألبات زيك الرهون إذن أي ماستك هكذا مجارمون لقنا أنت ياسكت للمالب. الآن عندما يكون عندك مدرس في المدرسة مدرسة الحكومية مدرس مثلا مدرس رياضيات لمسالي إيمان قسمت بيت لينوري كلال
هذا عند استماري يعني استماري سبورت ممر نورمال. لو في نصف الترم الدراسي غيروا لك المدرس حتى لو مدرس جيد تختلط عليك المعلومات صحيح؟ وبالاختبار تقول لا أدري أسرع يعطيني اختبار عن الذي رجح الأول أو رجح الثاني أو كذا. نعم مجمرة يا استماري سوس يا استماري قويته يا سبورت تمر ليلا ممر بيكير إلا يعني ما استمر زديه يعني يوم رأيتي مجمرة وبتام قوزنا فتالي ونشلال እኛ ደግሞ የማስተማር ዘዴ የተለየ ሆኖ የደከመ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እርስ በርስ የሚጋጭ ሊሆን ይችላል وعندنا مشكله كان يا زند مشكله አስቸጋሪ ነገር بعض الناس ما وجد في ان يتعلم اللغه العربيه الا عالم من اهل الضلال من اهل البدع كانኛ መካከለ አንዳንድ ሰዎች እየፈጠሩ ያለው ችግር ምንድነው እውቀትን ወይም ደግሞ የአረበኛ እውቀትን ከማን ይማራሉ ከጠማማ ከሆኑ ሰዎች ማለት ነው لماذا ለምንድን ነው የሚማሩ قال لا يوجد ما وجد سلالا غنيو معناته خلت الارض الا من هذا المبتدع مدير بعده هنا لك يا مبتدي بتسوي وهو مبتدع يدعو الى بدعيه الى بدعته مبتدع انه يبدع سونه ادادس فليت مفطر نو بديل لي لذلك ورزا نو طري ميادر قال انا مالي ومال البدع يقول هو بدعته على نفسه من الى لي سو لمن انه كذا سو متمار سيبال يو بيدعوا لراسه نو هي دمو راسي نطبق عليه لا يؤثر فيك المعلم حتى لو كانت لغه عربيه حتى يا عربيه قنقن قن بيون يونه تصنوا نغير ياسادربال ببيدعوا يكسقسحل يطرحل انت اذا مرضت الان لمثالي انت تاممكن بال تذهب الى من وده ما نمتيرو الى البقال وده بكام اتكلت صاحب البقال اللي يبيع الخضروات مثلا ويبيع اتكلت شاتم مالك تساله تقول اعطيني دواء مداني سطيت لوانه ودا اكلت شاش هيدا تذهب الى من وديت لهم تيدو اي طبيب لا تقول اريد بروفيسور يوم بمانيوم حكيم لهم تيدو ادلم مفلق بروفيسور يونهون اعلى طبيب تذهب اليه كفتني يونه بتام عاقي ودونه حكيم لهم تيدو يكتب لك دواء كذا يصف لها المالته مداني تذهب الى الصيدليه كذا ودا مداني في تيدال تاخذ الدواء كذا مداني كنيروتين توصلال تشرب لا تتطاله ما تشرب تتطاله تقرا في داخل الدواء وصفه تقراها وتتاكد من الدواء هل في مضار او لا اذا تنبال اذا مدانيت ورقه عليه ان ترغاغطاله غوجينو ايدلمنا ميلو صحيح اما الشرع خذ من اي احد شرعوي وقت ما كمان يوم سو وسد الى لا انقدي لا اكل بشتا يزين يالتنقاق كادرغن شريعة دمو كهونة لمن رأت النقاكي ما السلف كانوا يبحثوا عن الإسناد العالي سلفوتو يفلقوا نبار يكتاتلوا نبار سندوا عالي يعني لا يأخذ إلا من الأعلى واحد لديه عالي مبارا لي سندين هذا ما سووتو بتعمل بسندوا أنت الذي ترتضيه في دينه وعلمه وتجعل حجة بينك وبين الله هذا هو يعني ليس أي أحد يعني تبحث عن إمام عالم رباني تثق في ديني وعلمي وتقول يا رب جعلت هذا بيني وبينك هذا أعلى واحد أراه على وجه الأرض نعم أعيد ما فهم يعني الآن أنت تبحث كما تبحث في الأطباء تبحث في العلماء لك حاكم عندما تفلقون عندما تكتاتلو يدين وكتلقمو بانتنا وعلى مكاكل يالي عبادة قلني نتسلونا عالم مفلق على مكتاتل على البنم إمام امام تفلق عليه شهدت له الامه امه وين ما مرسبو بعالمنته بربانيته يمسكر بالامامه بمرينته والصلاح بصالحنتنا بدقه والاستقامه والعمل بكتتينته بتكبار يتوقع عالم مفلق عليه هذا تطلب عليه اين وانت مفلق عليه هذا يقول انا اين انا في اثيوبيا ايه من الى انا كوتيبيا وسطنا له ما اجد احد عندهم سوكم ما يتعرف تشلم كما علم ماري هذا ممكن الكلام تقول لو انني مثلا في المدينه او في موريتانيا مثلا انا لمثالي بمدينه او في اليمن موريتانيا او دمو باليمن نجل لا الان هذه الوسائل تقرب لك البعيد هذه الوسائل تقرب لك البعيد ممكن هذا يجعل الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الان يدرسه ويقرا له ويراجع له ويعيد ويكرر ولا اشكال ويدرس على ابن عثيمين وهو في اثيوبيا هنا ويخرج ابن عثيمين ثاني ايه نجر በጣም ቀሏል ነው የሚሉት ይሄንን ምክንያት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ዓሊም የለም እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ነኝ ይላል እኔ መዲና ነኝ ያለሁት ይላል ምክንያት የሚደረድሩ አሉ
ነገር ግን አሁን ወሳኢሎች በጣም ነገሩ የረቀቀ ሆኗል حتى በሞባይል ላይ የነ ሼክ ኢስላም የነ ማን ነው የነ ኢብኑ ዑሰይሚን የነ ኢብኑ ባዝ ሁሉ ትምርቶች አሉ በነዛ መማርና ዓሊም መሆን ይችላል ሁለተኛው ዑሰይሚን መሆን እንችላለን እንግዲህ ሼክ እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ማለት ነው سهل او لا لكن بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة يقال عنه أحمق هذا لا يحسن التصرف عنده أشياء في دماغه هنا عندنا نسويك نقروتين بدن بادرقو انتن ما يوالو نقروتين ببوتان ما يسكمتو أحمق يهونو ويمكيل يهونو سويك جالو يقول أنا لا أستطيع أطلب العلم في أثيوبيا أثيوبيا وسط وكاتن إني مفلق لا لا الوضع في أثيوبيا لا يصلح الجو ليس يعني مناسب لطلب العلم وكتل لما فلق عيرو ونيتاو تسمامي هذا اللي مميلو أحمق وتشالو ماذا أصنع من الإسراء قال أريد أطلب العلم في المدينة مدينة نوني وكتل مفلق أما غير هذا لن أطلب العلم خزاوتي وكتلني بمنم تعمر على الفلق الميلان هذا لن يطلب العلم حتى في المدينة إلا أن يشاء الله ايه الله قال شان لا تمستكر مدينة بيود عمار المشهد أنت الآن هنا في أثيوبيا أطلب العلم هنا لأنه هذا الذي قدر الله عليك ابدأ بطلب العلم الله يوسن الله أنت تيبيوسس قال لك غس تيبيوس بالو عواكي وشنا عالموش وكاتن جمر هنا ميرت شيء خرج علماء من أثيوبيا كان تيبيا عواكي وش عالموش عالوتو منه وخرج أهل نفاق في المدينة كمدينة ينفكنا باربيتو عالوتو منه بعض الناس يظن أن المدينة جهاز إلكتروني. عندنا سويت مدينة لك إلكترونيكس مسارة عدل قومي كوترو تال. يدخل من هنا جاهل يخرج من هنا عالم يظن هذا المدينة. بزيك واستقبلته فقام واستقبلته عالم منو بزيم يوتاي مسلا. لا. لكن ده برينتر ما له. ما لا ما هو برينتر لا. لا كان في المدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم أهل نفاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم منافق وكان نبر منه أنت ابدأ الآن أنت إزيز جمر نبيل لكن تختار أعلى عالم نقال قم ممرت أعلبكين كاواكي وكفتني هنا عالم مرت وتعتاد على كلامي وتقسيماتي وأسلوبي أسلوبون يعني دقال قم كان تكتاد دقال قم هقوشن سرعاتوشن كفلوشن يعني مثلا نحن انا اضرب لكم مثال بالشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى انا مثالي اللي قلت لك بالشيخ عثيمين نميل جميع الفنون شرحها جميع الفنون اعتقال اي فن يتباري يوقت عينتوشن بمول تنتنوتا شرح حربوتا عقيدة فقه اصول كل شيء عقيدة اصول نحو كل ما ينت شرح حربوتا اذا ايش يبقى معك كانت زند من دون ميكارا يا اخواننا بقي فقط نمشي مقواز بتشارم يكره بزوست مقبات يساتشو تكرسوا أسلال لا أما هذا يقول لك كلام وهذا يقول لك كلام اتركهم يا أمي هنا نقري لها أمي هنا نقري لها يقول له تو جوجل اترك جوجل جوجل انتو اترك هذه الوسائل النزيل وسائل اشتواتشو طلب علم هذا. طلب علم تبدأ اليوم تقول اليوم أبدأ بالتوحيد مع الشيخ بن عثيمين رحمه الله كشيخ حسيمين القار وكتنفلق بتوحيد ستة أشهر تختم كتب التوحيد الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والواسطية يتوحيد كتاب التوحيد بس الدستور وسط ما تناك كتجل الله يسأل الشيخ في التسجيل توقف التسجيل وتجيب كأنك مع الشيخ ثم تسمع الإجابة وهكذا تدرس على ابن عثيمين كأنك الآن في القصيم عند الشيخ بن عثيمين رحمه الله والله قاسم كم تبالو كتما يا شيخ حسيمين أقرنج زال سيستم رباتي نبرج ازا اندالنا من يكوترو ستة أشهر تنتهي من التوحيد إياك تتأيك على مرسي ستان ياسقومك ما لدهم سنة مثلا أو سنة ونصف بلوغ المرام عندامت كقماش كسدستور بلوغ المرام المجرد ستة أشهر أصول سدستور أصول الممارس ستة أشهر سنة نحو سدستور رقمه نحو ممارس ممكن أربع سنوات تخرج عالم بارات تامتاتوس عالمون تمركته وتعلينا منه لكن هنا في علم هنا في علم يترك كتاب يتعلم كتاب لا يصل هذا نقدر قلنا الزاد هنا الكتاب تجمر عليه تتوى عليه إلى كتاب تجمر عليه علم هنا تكلم مدرسة تكلم مثلا نحن ندرس فرائض تعرف الفرائض تقسيم تركات إيه فرائض ميبالي يورسق ميستمر تمرتال المهم عندنا الطلاب يكتبوا في الدفاتر مسائل تمارين يعني مثل الرياضيات في الدفاتر يكتبوا مر بنا واحد جاهل عند جاهل علف بس كثير جهال كثير إلا من رحم الله والجاهل متفلسف أصلا نعم جاهل كمسرة فلاسفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم الرويبضة
يعني جاهل نبي صلى الله عليه وسلم هيك امام ملكت سيناغرو جاهلوش تناغاري يونالو فمر بنا علف يا جاهل وينظر تملكته هو ما فهم مربعات 7 8 24 9 حساب هي ورث حق حساب له حتى الكتابه احنا نكتب اخ شين يعني اخ شقيق هكذا نكتب اخ شين اخ شين اخ شقيق فهو شاف الجداول هذا يظن طلاسم ممكن سحر بس هذا بس انت رجل وسط يتسرى نجر يسرى الحساب يا درجن يا ورسن من يا ينسي لك دقمت نجر مسا قال ايش هذا من دنا هنا نجر عليه جايل قلنا هذا فرائض ايه فرائض يورس حق يبارال قال ايش فرائض من دنا فرائض جاهل جهل مركب بتام يتنابر يونا جيل لنا يلو صون قلنا هذا تقسيم تركات ايه موت بميموت غزي لمي بميقراون حفظ لبيت سويت منا كفافل بيت حقنوا عالم قال ايش تقسيم تركات من دنا قريتون متا كفافلوا تعال لا حول ولا قوه الا بالله قلنا اذا مات انسان وترك مال نقسم المال هذا بين الورثه الاولاد البنات الزوجه هكذا يونا سو بميموت بيت غزي يالون نبرت نا كفافلال لليجو ميدرس لا مستد ميدرس لا ابات ميدرس كلنا منا كفافلال قال نعم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الناس يقتلوا الآن في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وأنتوا تقسموا هنا التركات سو ما هو نسات سنتلو يموت هلا العراق سو يموت هلا ليبيا لا سو يموت هلا اليمن لا سو يموت هلا إن أنت تكفف لا لا تقول إذا هو نسوا أنت تعرف ماذا يريد منا هو إيش يريد تعرف ما تفهم ولا الآن إيش هو يريد نعم قل لهم من اندفلقت هكا الله هو يريد نحن نخرج هناك نقاتل مع الخوارج ونموت والله كخوارج وشكار هيدا نقبتل اندن نقادل لم يفلقوا فأنا قلت له بيا قلت له اسمع سمع هؤلاء اللي يقتلوا هناك الزام يقدلوا تسوج نحن هنا نقسم تركاتهم أزي هنا لنيا ما كفافل انجل أنت إيش تصنع أنت من تصنع أنا أسد ثغرة الآن أنا أسد ثغرة أقسم تركات اللي يموتوا في العراق. العراق بس يموتوا تنسوش ما كفافل تلاله. أسد ثغرة أنا، أنت إيش تصنع؟ أنت من تسرى له؟ هذا الإشكال عندنا يتكلم الرويبضة. الناس سقاري ونقر من دنو جايلوش تناقاري ونو على بون سال. لا. ما هو يلبتن؟ لا تسمع إلا لكبار العلماء. ما نلمس ما تلبهم تلالك ونو علي موتشن انجي. في الحديبية حديبية علي تصالح النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش نبي صلى الله عليه وسلم كقريش مشركوش وما قاريوش قار سمم منه تاجره والشروط مسفرته لو تنظر في ظاهرها فيها ظلم على المسلمين وضغط عليهم ظاهر زمبلا وتوي سورة ومقصتون يسمم منه بالتايو مسلموش الميبدل لني مثلا عمر رضي الله عنه عمر الله سراوني وديد الله جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ودي النبي صلى الله عليه وسلم متى وقال له على ما نعطي الدنيئة في دينا لماذا هذا الصلح لمن دنو ندزين تسمى منت من نسمع ما يا رسول الله لمن دنو ديناش لمن نوار دوارج ثم بعد هذا عمر رضي الله عنه ذهب لمن كذاب هذا عمر ودمان هيد ذهب لمن ودمان هيد لأبي بكر ودا أبو بكر هي. وإذا أبو بكر رضي الله عنه يجيب بجواب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه رسول الله فاستمسك بغرزه يعني الخطوة التي يضعها النبي صلى الله عليه وسلم ضع مكانه ولا تلتفت ولا تتكلم لم يذهب لأحد عمر رضي الله عنه لأنه عرف أنه لابد من الرجوع إلى أعلى من يكون اليوم لا ونقول هذه الطريقة السلفية لا نعم عمر من دنا يدرجو كذا بوالا يهدو ودا ماننو ودا ابو بكر الصديق رضي الله عنه ودا ساتو يهدنا يملسلت ملس ياو يا نبي صلى الله عليه وسلم ملس لي ملس اسو يا الله ملكتنيا نو رسول نو ايواشم سلازي اسو ما هاتم يدرجبت النجر منو بمنو متقبلنا يالبه انجي مزور يالبهم ازي من نمارو نجر عمر ودا ماننا يهدى تلك ودا هنا عالم ودا ابو بكر نهدى انجي ودا جايل عليه دميانو إذن الطريق واضح. سلازي من قالوا قلت نواب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام. نبيات صلى الله عليه. تركتكم على بيضاء نقية. تتشاتوا هلا. ليلها كنهارك كما تفرق بين الليل والنهار
تفرق بين الخير والشر. وضح النبي بين هذا الدين عليه الصلاة والسلام. قلت هنا منقد تتولني هدوال. قلت هنا منقد ما كاتتني هنا ليلتون كأن من ليبت محاكم كباطل خيرون كشر من ليبت. لا يزيغ عنها إلا هالك نسأل عافية السلام. متما مفلق سو كارون مستقر بس هاتو قولنا هدو أيتم. إذن الطريق واضح. سلازي منقد وقلتنا قلتنا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. يه منقدينو تكتلو تالو أسمر ومسمر مالو. إذن نسير على هذا الطريق. سلازي بزي قولنا ليلو مقوز. كيف عندنا علماء ربانين ساروا في الطريق، كيف نسير كما ساروا؟ انديتنا مقوازي اللبن النزاع الله سبحانه وتعالى الميفارو رباني يوم وعليمش سلفوش تقوازوا بتقودانا انديتنا تقوازوا. بعض الناس يظن أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله عنده مكتبة ضخمة جدا. أنا نسويت مني قمتالو الشيخ بن عثيمين تلك يونا مكتبة يونا مصعافي اللبن تلك يونا نقري الله شيء مثله لا عيدا لما الشيخ بن عثيمين رحمه الله عنده مكتبة هنا. مكتبة أشوا يتنو لايبراري أشوا زيجانو. كتاب التوحيد أصول ثلاثة واسطية بلوغ المرام زاد المستقنع هنا. لا يحتاج أن يحضر للدرس. هذه الكتب إذا ضبطتها أصبحت عالم. قديم ملوت من النافشيخ هو مكتبة أشوا وهم لايبراري أشوا زيجتن كلها تأشوا السنو. كتاب التوحيد زي تنقل لا تأتي وستنو ليروش من ذي كتاب وشاتو بمولو زاد المستقنع ميبال كتاب الله شو تلك يهونا كتاب يا أقولو زي تنقل لا تأتي وني الله سلازي بزاكة تتكى من عالي من هنا لن ولتن يعطي من هنا لن يال مفهوم؟ إذن سلازي ننظر كيف طلب هؤلاء للعلم ونطلب العلم. كيف طلب هؤلاء كيف طلب العلم الشيخ بن عثيمين نطلب كما طلب شيخ عثيمين انديت نوقتني يفلقوت لك الساتو اندفلقوبت اندن نفلقين يا مال لماذا نقول بن عثيمين لمن انه ابن عثيمين لان ممكن لو قلنا شيخ الاسلام يقول هذا شيخ الاسلام بيننا وبينه قرون لكن هذا بن عثيمين معاصر رحمه الله لمن انه شيخ ابن عثيمين دغاغما من اناساتو شيخ الاسلام لمن اناناسام بشيخ الاسلام لنا بيني مكاكل يالو غاب وين كفتاتو بتام رجم سلوونه ابن عثيمين قربناتو بقرب غزين يموت وترتاح تعرف هلا لأن قال من كان مستنا يعني من كان يريد أن يسير على خطى إنسان فليستن بمن مات فإن الميت قد أمنت عليه الفتنة مفهوم؟ من قال هذا؟ يعني الآن إذا كان عندنا عالم حي الآن ممكن نسرع في السلامة يفتن صح؟ لكن هذا بن عثيمين رحمه الله مات ونحسبه والله حسين مكتل يفلق سو بهيوت يال بالو سيون بموتو يكتل بلوال سلازي يال سو عيد تامنو لفتن جلال عون يال عالم نقاك نقوديا من اندميون عناكم يقلب عبد جلال شيخ حسين قلن استخاك لو موتو هذا الأخ هذا الأخ الآن يمشي في الطريق لمسالي واندمي بمنقل لي كوازا ومعه كتاب بن عثيمين يا عثيمين يا ابن عثيمين كتاب يزوال هكذا لا يبالي بأحد يرى أي أحد مع الكتاب لا يبالي فيه يعني أي واحد يريد يرى المؤلف يعرف المؤلف بن عثيمين بيا يوم عالفنا معلم سوي أكل يا مؤلفون معلم شيخ ابن عثيمين بتاع ما عرف سلوه لأن لو جاء هذا وقال بن عثيمين فيه قال شكرا ابتعد عني أنت لا تحب أهل السنة صحيح أو لا نعم صح, صح. نعم نعم عيد الآن هذا معه كتب بن عثيمين رحمه الله ويمشي إيه وندم ما تكلم السالي هو يمشي ولا يبالي أحد يرى هنا الاسم بن عثيمين لأنه يعرف أنه ماشي ويسير خلفه إمام فلو هذا قال بن عثيمين لا بن عثيمين عنده شيء قال إذن أنت اللي عندك شيء بن عثيمين رحم الله شهدت له الأمة الآن أنا أعيد الآن الآن أنت تكون واضح أو غير واضح السلفي واضح أو غير واضح السلف واضح نعم يدرس كتب لأناس معروفين أو لا يتوقوا كتاب نعم يدرس هذا يقول أنا أدرس لابن عثيمين ابن عثيمين اللي مارا له ما أحد يستطيع يتكلم علي من ذا قرأ ما كان أو يخدح فيه
قادح ميارق ويم دمو ميتتش يلم اللي يقدح فيا هو مقدوح فيه أصلا يا ميتتش سو قل لمن رو ابن رسيم كتاب متكرا ميلوسو تتتش التاسنو ميونو قول سعر أما هذا له كتاب لواحد من المتأخرين يسو دقمو يهون كتاب على ودو هلا يمتا كمتأخرو جاند عليم يقول مثلا بالمولد الزاكي تاوس لمسالي سلام وليد من ناقل هل يستطيع يمشي هكذا؟ النزي هادر بيزوت هنا؟ لا يمشي هكذا دبك مضرميه والله صحيح ليش تتخفى؟ لا من دلو متدبكو لا خليك واضح وامشي مع من هو واضح فوق الأرض نحن لا نتكلم تحت الأرض تعرف تحت الأرض؟ معروفة عينا الذين ماتوا؟ لا 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 مو اللي ما في ناس في الدنيا الآن لكن ما يستطيع يتكلم فوق الأرض يتكلم في الحمام أو تحت الأرض أيوة. نعم فهذا لا تمشي معهم سويت شالو تحت الأرض من ناقر وتدبكوا من ناقر سويت شالو بقلس كتابة شاتون ما يسايو من ناقر تنم بدبك من ناقر سويت شالو نميلت نعم إذن الطريق خط لنا العلماء السلف سلازي من قدون سلفوش أسمروا لنا قربوا لك العلم علم دمو وقت دمو أقربوا لنا سهلوه بدأ ما أقرتوا لنا كتبوه صفوا لنا صوتيات بدنسم كل شيء كله من أقرت زجاج تحب القراءة مكتوب متودوا الكتاب تصفوا تادي لا تحب القراءة مسموع موجود ما كنا ما تود كل شيء ما يسمى لا تحب لا قراءة ولا كتابة كتابة وين دمو بسوف يتصافى وين دمو صوتيات ناتودم ولا تلم إيش نصنع فيك من تسرع لك زي وادا أنت كولا تكارو دم خليك في سوق الخضار والله لماذا تختار أن تكون عامي جاهل أو في سوق الخضار لمن إنه جاهل ما هو المتفلقه ولكن ده تراصم جاب أستن ده لما أعلى وظيفة في العالم ما هي تلقوا وظيفانا تلقوا يسرى زرف بعالم من دلونا ميلت ما هي وظيفة أعلنوا عنها في دبي الراتب في الشهر الواحد 1,000,000 سعودي وظيفة اللي سرى لنا ميلو بور مكفل كفية عند 1,000,000 يسعودي ريال يعني كم بر بني ياسم منزر سنتنو عند 1,000,000 باسر النباز 10,000,000 في الشهر 10,000,000 هذا في الشهر هذه أحسن وظيفة عند من؟ عند تلك وظيفة تلك يسرى زرف كمان زندر تلك عند من يريد الدنيا دنيا كم يود سويتنا ولا يسعد في الغالب في الدنيا لكن أعلى وظيفة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين تلك مالتنا كوظيفة هلو تلك وظيفة يا الله سبحانه وتعالى نذكره من ناقر السويت يا علي موش داعي والسرانه نميرت احمد الله احمد الله الله سبحانه وتعالى نعمسقنه اختارك الله ان تكون مسلم الله عندي مرته مسلم من دتون دعا درك من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تكتين دعا درك اشرف الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام رسولنا كله بتعم اشرف يونت نبي صلى الله عليه اختارك الله ان تكون طالب علم الله عندي مرته كتماريوش دعا درك علم كم يفلقوت دعا درك الله لمن اختارك الله ان تسلك طريقة السلف سهل ما اسهل ما يكون تدرس على ابن عثيمين رحمه الله تعالى مثلا يسلفوش كتاب لمقرات الله عندي مرته الله يمرته نميل هذه النعمة تحتاج إلى شكر هي النعمة شكر ميسفل لقو قال الله مسقانا ميسفل لقو نقر تحتاج إلى جد اجتهاد عمل تلك يوانا مالت تقل النات رتن لما الفات تفلق الله عنده لابد من تعب قليل تعب وين دمو اللفات قليل يقدي نورا لا راحة دون الجنة كجنة زند راحة إلا مرفت إلا لفات أسفل كجنة وجي مشكلتنا إنيا مشكلتنا تقر من دنا أننا نظن أن الدنيا دار جزاء هذه أكبر مشكلة إنيا دنيا نقم تعلن ومن ترترا تعلن يجزاء ويمواقع يمادنيا أقر أدرك وهي دار إيجي دنيا كو أقر نج ابتلاء وامتحان يفتنا يمكر أقر نج إذن سلازي يا أخواننا نشتهي نانتا وندمو جوهي إن لفا أنتا تفتح صفحة جديدة عدس قز كفت عدس مئراف كفت هذا القديم كله لعب كله يسالفنا لقر جواتانو تختار قلنا هذا العالم بن عثيمين رحمه الله مثلا يا ابن عثيمين لمسالي مرت لمسالي وتبدأ
بالمختصرات أصول ثلاثة. هتعترف وانو كتاب وش المسالي مجمرت كلام. كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الواسطية. الواسطية يا مجمرت كلام. بلوغ المرأة. بلوغ المرأة من نزيم مكرات. وقلنا كما قال الشيخ بن باز رحمه الله كتاب التوحيد بلوغ المرأة تكون عالم. شيخ بن باز عند تناقرت إن الناقر علنا. شيخ بن باز من النالوت كتاب التوحيد لنا بلوغ المرأة من كقرة وين كان ببك عالم تونا اللي بلوه. احذر من الفتوى لا تفتي لا. كفتوات تتنكك فتوات ياكي مالك ستتايق مملس تتنكك نزول على يدين نزول على ركبتين هذا ليس لك يقدم لي عند تبالهم على نجي مورد قول بات مورد أنا لا أفتي أنا فتوات ستن الذي تثق فيه 100% هذا تعلم الناس يعني لو دخل داخل الآن هنا عندنا وقال أين القبلة نعم مثالي عندي هنا سو قبا قبلة ويتنبلو طيقا هذا يقول الله أعلم أنا لا أفتي أني فتوى أرسلت ما لو كمت لله هل تشك 1% أن هذا القبلة؟ إيه قبلة مهون تترى عند برسنت قول الذي لا تشك فيه هذا تعلم الناس الذي لا تشك فيه 1% تعلم الناس عند برسنت قول ما لازم عند كمت وما تترى تربت النقر تهل سستمر على لسه تشك 1% لا تتكلم لا عندها تناقر هذا متو ومتو ما يتترى تربت يدخل هذا يقبل سوي ويقول أنا قلت لزوجتي كذا هل هي طالق؟ نعم يقول أنا قلت لزوجتي هذه الكلمة هل هي طالق أو لا؟ إيه نقر لمستي تناقر غاد مستي تفتالج وسال تفتالج ما له لمس نقول لا نقول لا ما نستطيع نتكلم إن يا عن نكلم من ناقر هنا مفهوم قلت سوون ولا شو؟ إذا بقي إيش؟ من كرر نعمل سراني كرر اللهم اهدني وسددني دعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قطع درقين يعني يبين لك الطريق ويوفقك إلى سلوكك. وردك كل يوم من قال الله يجت مهل يوفقها دعاء درك. اهدنا الصراط المستقيم باختصار. اهدنا الصراط المستقيم مثل ما باتروا يجتن دعاء درك. وردك تاني يوم من قال الله يمرهل. والله أعلم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صحبه وسلم جزاكم الله خيراً.